مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالب الثورة، شعار رفعه الطلاب المعتصمون أمام وزارة التعليم العالي في بغداد، مؤكدين أنه لا دوام حتى إسقاط النظام. نحن مستمرون بالإضراب حتى تحقيق المطالب، المطالب وهي تنصيب رئيس وزراء مستقل حسب الشروط والمواصفات اللي قدمتها ساحة التحرير والساحات الأخرى، واثنين التصويت على انتخابات مبكرة. بعد ما يتم اختيار رئيس وزراء وانتخابات مبكرة، عودة الطلاب إلى الكليات والجامعات. وكعادتها في مواجهة الحراك السلمي، حاصرت القوات الحكومية الطلاب المعتصمين وكأنهم يمثلون تهديداً أمنياً خطيراً. كنا طلاب بسطاء يعني مثقفين وواعين، جايين متوقعين بهالجيش وهالشرطة، ليش؟ شو نسوي؟ مجرد طلعنا على حقوقنا هسه متوقعين ما يخلونا نصب خيام، ليش؟ ايش الوزير هو لو عنده ذرة كرامة يعني كان استقال، هو فاقد شرعية. الباحث الساعة 11 بالليل يدز علينا الأحزاب تضربنا، نركض بين البيوت، ليش مسوي؟ يا وين الحكومة وين رئيس الوزراء عمود تسوي دوام؟ ويؤكد الطلاب أنهم اعتصموا للمطالبة بحقهم كطلاب، وكذلك للمطالبة بحق الشعب العراقي في الكرامة والحرية، مشددين على رفضهم كل محاولات إجبارهم على استئناف الدوام قبل تحقيق مطالب الثورة. اعتصمنا مقابل الوزاره لسبب انه احنا رفضنا هذا الشيء، لانه يعني التحرير اذا مو نص اكثرها هي طلاب، فانه انت تفرض عليهم انه اكو دوام معناها انه انت راح تفرض على الطلاب انه يخسرون سنتهم، فاحنا جينا هنا نرفض هذا الشيء. البارحه طلعنا وتعرضنا لقمع كبير. وهكذا يؤكد طلبه العراق انهم قلب الثوره النابض، وانهم مستمرون في دعم مطالب الثوره على الرغم من القمع المتصاعد ضدهم حتى تحقيق الحلم بعراق جديد لا طائفية فيه ولا فساد.